الآن معنا اتصال آخر. الحلقة عن الفواكه. أيوه. إيش تخيل بكرة فيها؟ لا أفهمك. أكلت فواكه غير ما حاسب. إيش الفواكه؟ مرة رمان. على الريق ولا بعد الريق؟ على على يعني بعد الريق. خذ فوق ما سرقتها على الريق. وسرقت مرة أفوكادو. أفوكادو؟ أيوه. انت عارف الافوكادو ايش الحسنات اللي فيها؟ والله ما لي عمق غالي كنت عايق وحكت حالي. اكل افوكادو ذهب الى اهله وقد ماتوا. انت اذا كان كن اذا حبيت ان تسرق على الريك رمان حلال كنوا على الريك حتى ما سرقته. ومع الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك يا مولانا؟ أفوكادو. لا أنا لا أسألك عن الأفوكادو. حتى لا أستطيع نطقها يعني من المعذرة. أنا أسأل عن الموز. الطلح المنضود. نعم. هذا فيه وفيه. والله ما أقول لك إلا كل خير. كيف؟ متشائم منه ولا إيش؟ الطلح المنضود إنما جاء لشيعتنا. وهم يقولون أن الطلح المنضود هو الموز وإحنا نقول ليس الموز. طيب القرود الحقيقة هو الموز. القرود تحب الموز. نفس الشيء وشيعتنا يحبون الموز. جزاك الله خيرا. يا سلام. تفضل ما هو سؤالك؟ وعدسها وفومها وبصلها. أكيد تعرف الآية. الحلقة هذه على أكل الفواكه والفوائد من أكل الفواكه من أكل. ولكن سندخل في الخضروات. من أكل بصلة فكأنما قلبه نطلع. ولا يجوز أكل البصل في يوم عاشوراء ولا في يوم الولاية ولا في يوم حاشوراء. طيب والعدس؟ العدس يجوز أكله في أثناء الهروب من السلطة كما جاء في كتب في الروايات أنه من أكل عدس يقوم الليل وقد ارتفش. ومعنا اتصال. ألو؟ لا مش دورش يا ملعونة. معنا واحد ثاني خارجي. هلو؟ هلو؟ I'm American. Wow. I'm American. طيب. I became a Muslim because of the beauty of the religion. Yes. You keep lying to the poor people and you shade people from the truth. Oh. Of course. You lie to the people about the fruits that we just eat. يا مخرج لا روحك ولا طرح لك. Don't tell you I'm Khomeini. Al-Khomeini, yes. You are not Muslim. You don't belong to Islam. Yes. يا مخرج. Of good morning. And bye bye. You don't understand me. Yes. No. Are you? This is. You are crazy. You are Khomeini. Yes. Yes. Stop lying to the people. Oh. What's up? هو يقول أنه متأثر بالشيعة ويريد أن يدخل في الشيعة ولكن ليس يوجد عنده فواكه. مخرج. يعلم الله إيش قال. على العموم نصل إلى نهاية هذه الحلقة وهي أن استفدنا منها. أين أنت يا ملعونة؟ قلنا ليش مش وقتش؟ وين هذاك اللي فعلا؟ والله منتظر لك من أول. إيش فيه؟ أنتظر من أول. عندي سؤال. تفضلي. هل في فواكه محببة للنساء؟ في أيوة. من أهل البيت طبعا. التمر أثناء ال أثناء إيش؟ أثناء الوحام هناك عدة أشياء من الفواكه يستحب لها. ما هي؟ التراب. تراب الحسين هي أفضل فاكهة. تربة الحسين هي أفضل فاكهة وقد جاء في القرآن آيات عديدة على تربة الحسين. هم يقولون أن فاكهة طلح المنضود أنه الموز وهو فاكهة تربة الحسين. نصل إلى نهاية هذه الحلقة وهي أن تربة الحسين هي الطلح المنضود الذي تأكله الحوامل عندما